فضل الله درويش. انا لسه فاكره اسمه بالكامل لغايه دلوقتي. احمد خليكم معانا. احمد بيه يا درويش. قوم يا استاذ جايبين سيرتك في التلفزيون. قوم يا راجل، الست المجنونه اللي انت كنت هتتجوزها قبل مني جايبه سيرتك في التلفزيون. كان مدير عام في وزاره من الوزارات اللي ملهاش لازمه. ما احنا قلنا بقى ان احنا على الهوا، انا في عرضك. حاضر. الروب عشان ما تبردش. اتذكرت ايه اسماء يا سناء؟ ايوه يا استاذ، قالت اسمك بالكامل. احمد فضل الله درويش. ايه التفاؤل ده؟ ما هي اما كده يا اما ارضى بزن امي على دماغي وبكائيات على بختي المايل طول الوقت. بس انا بقى كان ليا شر. بالطبع ده تشهير ومن حقي رفع قضيه واوديها في 60 داهيه. دي مجنونه، هي عندها عقل عشان توديها وتجيبها. اقصد المذيعه يا ماما. واتفقنا نخرج سوا. حلو، احكي لي. عزمني على العشاء. طب ده رومانسي، مالكيش حاجة عماني. بس العشاء عمره ما جه. ليه وزاره الصحه شمعت المحل ولا ايه؟ الموضوع اتحسن واحنا بنشرب العصير. انا احنا لسه ما طلبناش. اظن دي تحيه منهم. انت زبون مهم هنا بقى. كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا. اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15 الف جنيه. على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء. مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير. على فكره هنا عندهم نوع لحم فاخر استرالي. تصوري اثناء تربيه العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها. انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي. المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل أكلة مختلفة عن التاني. البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عادة بيبقى بره النظام. أنا هطلب سمك، أصل أنا من أنصار اللحوم البيضة. متر؟ أوامرك يا أحمد بيه. أنا عايز نوع اللحمة اللي أنا بحبه، أما الهانم أغلى وأحسن نوع سمك عندك يا الراجل. تتأمل يا أحمد بيه. بس خلي بالك إحنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقوله. إحنا رغم إشارتك يا أحمد بيه. من ورا يا فندم. اتكلم انا ولا تتكلم انت؟ انا وانت مش هتفرق. يبقى اتكلم انا. لعلمك انا راجل واضح وصريح ودغري. عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر، وناوي اكمل كده. الحمد لله. اما رشحوكي ليه عشان اتجوزك، عملت تحرياتي واكتشفت انك زيي بالظبط، وعشان كده عجبتيني. هل لما انت شفتيني عجبتك برضو؟ شيء طبيعي. وانا خرجت معاك ليه؟ انا قلت كده برضو. تصوري من نظراتك الخجوله ليا. أنا شايف إن العشرة بيننا مش هتكون مستحيلة، لأن في قبول متبادل. بس أنا راجل أحب المسائل تبقى واضحة. اللي أوله شرط آخره نور. اتفضل. أمال إحنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الأقل. أحب أكون واضح وصريح. يا ريت. أول حاجة عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكتة ليه؟ أفضل أسمع شروطك كلها للآخر وبعدين نتناقش فيها. وانا كمان بعدها حابه اقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل. انا عندي شقه براح 160 متر تمليك، ثمنها مدفوع بالكامل. فرشها هيكون عليكي بالكامل. بالكامل ازاي يعني؟ شوفي يا حبيبتي، واسمحي لي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل. ماشي الحال. عشان كده انا كتبت مبدا المشاركه في حياتنا بينا وبين بعض، واسمحي لي ان انا اتلوه عليكي. اداره البيت التنفيذيه حق مطلق ليكي، لكن الاداره السياسيه بتاعتي. مش فاهمه. يعني مفيش اي صغيره او كبيره تتم في البيت الا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ. وكمان انا اللي هطبخ. انا راجل احب اكل من ايد مراتي،
وما احبش الشغاله تبقى في البيت. اوعى تكون بتتكلم جد، امال مين اللي هيعمل شغل البيت؟ انا وانتي. انتي هتغسلي وانا هاكلي، انتي هتنضفي وانا هلمع، وهكذا. وماذا بعد؟ انتي قلتي ايه يا حبيبتي؟ وماذا بعد؟ جمله دايما بسمعها في المسلسلات التاريخيه. بالنسبه للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وانا اللي هحدد اوجه الصرف. مصروفاتي الشخصيه وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير. كوافير ايه بقى؟ ما احنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهيه. منتهيه؟ منتهيه ازاي؟ انا عايز اعرف. احنا بيت واحد، يعني عربيه واحده. انت تبيع عربيتك وانا ابيع عربيتي، ونجيب عربيه جديده، وابقى اوصلك الشغل وامر عليك اخرك البيت. طب فرضنا، وفرضنا ليه؟ ما اكيد حاجه زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟ وارد طبعا في الحاله دي تتفقي مع زميله ليك انها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، واذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والامر لله. اخد تاكسي وامري لله؟ ليه العربيه ما تفضلش معايا؟ اخاف عليكي من السواقه يا ماما. عندك شروط تانية؟ اتفضل قول. هي مش شروط، ولكن هي امور انسانيه من الواجب ان احيطك علما بيها. اتفضل. ماما عايشه، ربنا يديها طول العمر. عندها 72 سنه وهتعيش معانا. مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شويه. اهلا بيها في اي وقت. اصيله وبنت ناس، صدق اللي قال اللي يصبر ينول. استاذ احمد، احنا قلنا ان في مناقشه. بس البشاير باينه على وشك. عموما انا جاهز للمناقشه. ايه ده يا ماما؟ انت بتشربي سجاير؟ لما نتفق هبطلها. استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، بطبخ وانضف وتاخد مرتبي، تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه. اسالي يا ماما. كل اللي فات ده انا هعمله وهقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟ مهر وشبكه طبعا. مش قصدي، قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه. هبقى جوزك. يعني ايه هبقى جوزك؟ يعني هبقى جوزك. ايوه، يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟ شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء. دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟ جوزك يعني جوزك. يعني تنام معايا، تعاشرني. انت راجل اهبل. اه والله اهبل، يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقول لي هتبقى جوزي؟ لو كان الجواز ما فيهوش غير النوم على السراير، يبقى من حقي اختار الراجل ينام معايا. يا راجل يا عره. لا 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 لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه.